صباح الخير، هنكمل nutrition and energy او بمعنى اصح GIT. بقى احنا مرة خدنا الماوث، والماوث ده بداية ال GIT، او مش الماوث، اخدنا ال teeth اللي هما موجودين في الماوث، ده بداية ال GIT. كمل بقى، ايه هو ال gastrointestinal tract؟ ده عبارة عن long tube. هو تمام، احنا عندنا الماوث شكله مختلف، شكله مش tube، الستومك شكلها مش تيوب، يعني الاسوفاجس شكله تيوب، انتستين شكله تيوب يعني، بس مثلا عندنا الليفر مش تيوب، الحاجات دي مش تيوب، بس هو انت على بعضه من اول لاخره، كأن من اول الماوس لحد الانس تحت مفتوح على بعضه، كله بوابات مفتوحة على بعضها، فهو تيوب ستارتد من الماوس لحد الانس. الليفر والجول بلادر والبنكرياس بنعتبره برضو من الجي اي تي، عشان هما بيفرزوا حاجات بتفيدنا في الهضم. الوول بتاع الجي اي تي، سواء اسوفاجس، ستومك، انتستين، كل الكلام ده مصنوع من سموث ماسل، بتحصل كونتراكشن، بتعمل كونتراكشن وريلاكس انفولانتري، مش انت اللي بتقول يلا يا اسوفاجس اتحرك يلا يا ستومك اتحرك، لا دي كلها انفولانتري. سموث ماسل دي في اي حتة بتبقى انفولانتري حركتها، الكونتراكشن مع ريلاكسيشن بيعمل لنا حاجه اسمها بريستاليسيس، او حركه دوديه، بتبقى زي الدوده، انت الاسوفجس اهو طويل اهو هيقعد يتحرك كده زي ما الدوده بتمشي بالظبط، كونتراكشن وريلاكسيشن، كونتراكشن وريلاكسيشن، الحركه دي هي اللي بتنزل الاكل لتحت او بتحرك الاكل عامه. اهو ده شكل الدايجستيف سيستم من اول الماوث. طبعا السليفري جلاند برضو هنعتبرها مع الدايجستيف سيستم، فماوث سليفري جلاند اسوفجس اهو بالبريستاليسيس بتاعته بتبقى بتتحرك كده عشان تنزل الاكل على الاستومك والليفر والجول بلادر معانا، والبنكرياس ورا مش باين هنا بس بيبقى ورا وبرده بيبقى معانا، بعدين سمول انتستين اللي هي دي، بعد كده اللارج انتستين، بعدين الريكتم، بعدين الانس. اول حاجه الماوث، الماوث ده هو المكان اللي انت بتدخل منه الاكل لجسمك، وبيبقى جوه تيث وجوه التنج. التيث هي اللي بتعمل جريندنج للفود وتخليه يتحول لسمول بارتكلز، والتنج هو اللي بيعمل ميكسنج للفود مع السلايفا. طيب ايه هي السلايفا؟ السلايفا دي مصنوعة من السليفري جلاند اللي انا وريتها لكم في الصورة اللي فاتت، اللي هي دي موجودة قدام الودن، موجودة تحت اللسان. المهم السليفري جلاند دي بتطلع لنا السلايفا، بتبقى عبارة عن ميوكس، او يعني بالعربي مخاط، مصنوع من مياه وانزيمز، والانزيمز عشان الانزيمز تبقى بروتين، فعشان كده السلايفا بتاعتك تبقى شوية لزجة عشان البروتين اللي فيها. الانزيم اللي فيها او اهم واحد هو الاميليز اللي بيعمل دايجيشن للستارش اللي انت بتاخده، انت سكر او يعني اول حاجة بتبدأ الدايجيشن بتاعها هي السكريات. البروتين مش بيبدأ من فوق، الفات مش بيبدأ من فوق، انما السكر مجرد ما بتلمس لسانك انت بدأت الدايجشن بتاع السكر. فالاميليز اللي بيطلع من السلايفا فيه بيدايجست الستارش وبيحوله لمالتوز. لو السكر الاصغر من الستارش، لو فاكرين في البيولوجيكال مولكيولز اللي خدناها بعد الماوث عندنا الاسوفجس. الاسوفجس ده عبارة عن تيوب، ماسكلر تيوب، زي ما قلنا ان الوول ده كله عبارة عن سموث ماسل، بيوصل الماوث بالستومك، والحركة بتاعت الكونتراكشن ريلاكسيشن بتنزل الفود لتحت، اهو كان هنا بقى هنا بقى تحت خالص، والحركة اسمها بريستاليسيس، اهي زي الدودة كده 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 زي الدودة بالظبط اصلا يعني بالعربي اسمها الحركة الدودية. طيب الستومك، الستومك ده برضو ماسكولر وول بس very strong. انتوا لو بصيتوا على اسوفجس وعلى انتستين وعلى ستومك هتلاقوا الستومك هي اكتر واحدة فيهم الوول بتاعها thick، فvery عشان هي المطحن بتاعنا، هو ده المكان اللي بيطحن الاكل في بعضه وبيخلطه في بعض جامد وبيعملوا digestion وبيكسروا على قد ما يقدر، فهي دي المكنه بتاعتنا، لازم تبقى قويه جدا. المسلز برضو بيحصل لها كونتراكشن وريلاكسيشن عشان تعمل كرانشنج للفود وتميكس الفود ده مع الانزيمز اللي موجوده في الاستومك. الميكستشر بتاع الفود مع الانزيمز ده حاجه اسمها كايم، يعني سوري لما حد فيكم يرجع بيطلع الاكل اللي بينزل ده بيبقى غير الاكل اللي انت اكلته،
الاكل اللي انا اكلته شكله مختلف عن الاكل اللي انا رجعته. ليه؟ عشان هو خلاص اتطحن واتخلط بانزيمز وكون لنا حاجه اسمها قايم. طيب الاستومك وول بقى جواها جوبلت سيلز. الجوبلت سيلز دي هي سيلز برضو هنتكلم عنها في الريسبيراتوري تراكت او الريسبيراتوري سيستم. جوبلت سيلز دي هي سيلز بتطلع لنا ميوكس، بتقعد تحوش ميوكس جواها بعد كده تطلعه. فكره الجوبلت سيلز عامه ان هي بتعمل لوبريكيشن، ان هي بتراب البكتيريا الميوكس اللي بيطلعه ده يعني. فهي مليانه جوبلت سيلز. جوبلت سيلز دي بتسكريت ميوكس بروتكت الوول اوف ذا ستومك من الاسيد. انت الاسيد بتاعتك سوري الستومك بتاعتك بيطلع لنا اتش سي ال اللي هو اسيد. فانت طب ليه بقى ليه الاتش سي ال اللي بيطلع من الستومك ده بيدايجست الاكل وبيبهدله وبيمرمطه ومش بيعمل حاجه في الستومك؟ ليه الستومك محميه؟ بسبب الجوبلت سيلز دي بتطلع ميوكس بيحملنا زي كانه بيزيت كده الستومك كلها من جوه بيبطنها فبيحميها وبيحميها يعني من الاسيدز اللي بتطلع دي. برضو في سيلز تانية غير جوبلت سيلز بتطلع لنا، هي اللي بتطلع لنا هيدروكلوريك اسيد او الاتش سي ال، وبتطلع لنا بروتييز ده انزيم. اهم بروتييز موجود عندنا في الاستومك هو اسمه بيبسين. البروتييز دي معناها ان هو بيكسر بروتين، فهو اهم واحد هو البيبسين. بحفظها من بيبسي يعني. والبيبسين ده عشان بيطلع في الاستومك، والاستومك اسيدك ميديوم يعني، فده معناه ان البيبسين اهم احسن كونديشن بالنسبه له هو الاسيدك، ف works better in acidic conditions. بعدين بيدايجست البروتينز بيحولهم لبوليبيبتايدز. زي ما فاكرين في البيولوجيكال موليكيولز البروتينز بنكسرها وبتتحول لبوليبيبتايدز. بعدين والاسيدز كمان الموجوده في الاستومك دي الاتش سي ال غير ان هي بتدايجست الفود هي كمان بتقتل البكتيريا الموجوده. ما احنا اكيد الاكل كان ده مش نظيف 100%. طب انا ليه مش كل ما حاجه باكلها سواء من جوه البيت او من بره البيت ليه مش بتعيدي؟ علشان الاسيدز الموجوده في الاستومك قتلت لنا كل الكلام ده. تمام، هنكمل الفيديو الجاي ان شاء الله. لو حد عنده اسئله يقول. شكرا.